عليه أن يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله ويكون قدوة حسنة لغيره، فلا يأمر الناس وينسى نفسه. تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فقال الله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب. الواو هنا حالية، أي والحال أنكم تتلون الكتاب، فلم تأمروا بالبر إلا عن علم، ولكن مع ذلك تنسون أنفسكم. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أفلا يكن لكم عقل تدركون به خطأكم وضلالكم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا يعني بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية، توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، لأن ذلك منافي للعقل. وفقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقول: يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهو من أشد الناس عذابا والعياذ بالله. ثم نقول: أينا الذي لم يسلم من منكر؟ لو قلنا لا ينهى عن منكر إلا من لم يأتي منكرا، نعم، لم يأمر أحد، لم ينهى أحد عن منكر. ولو قلنا لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف، لم يأمر أحد بمعروف. أينا الذي يسلم؟ لهذا نقول: مر بالمعروف وجاهد نفسك على فعله، انهى عن المنكر وجاهد نفسك على تركه. فعلى طالب العلم أن يكون قدوة حسنة في نفسه قبل أن يدعو الناس يمتثل هو، والذي يمتثل في نفسه فإنه يكون داعيا إلى الله ولو لم يتكلم. إذا نظروا إليه ونظروا إلى عمله فإنه يكون داعية إلى الله بفعله.